وينبغي أن يعلم أن أعداء الدين يدركون فضل هذا الشهر وعظيم مكانته، ولهذا فإنهم قبل دخوله يخططون ويدبرون في كيفية حرمان شباب المسلمين وأبنائهم من خيرات هذا الشهر، ولهذا تكثف الملهيات والصوارف والأفلام والملاهي بشكل لا يوجد في غير رمضان، حتى إنه لا يظن في بعض الأمكنة أن الناس دخلوا موسم له ولعب، ولهذا ينصرف كثير من الشباب إلى وسائل اللهو واللعب ومشاهدة الأفلام، والتي تعد من قبل رمضان بشهور حتى تفوت على الشباب إدراك خيرات هذا الشهر العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأعداء الدين لا يريدون أن يحصل أبناء المسلمين هذه المغفرة، حتى ليلة القدر يريدون أن تفوت عليهم، وهي ليلة فخم الله أمرها وعظم شأنها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر أي أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، يعني أعلى ليلة واحد أعلى من أعمار غالب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك تجد بعض أبناء المسلمين تمر ليالي رمضان، بل تمر الليالي التي يتحرى أنها ليلة القدر، ولا يدركون لها قيمة ولا يعرفون لها مكانة ولا يحسون بشيء من قدرها، ولهذا تمضي كسائر الليالي. وهذه والله مصيبة عظيمة، بل هو حرمان بالغ. وقد جاء عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. أي أن بلوغ المرء لرمضان وإدراكه لهذا الشهر الفضيل العظيم يهيج النفس للتوبة والإنابة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، تتحرك في النفس الخيرات والمنافسة في العبادات والمسارعة إلى الطاعات. بينما إذا مضى المرء على غفلته ولهوه وصدوده وأعراضه فإن الشهر يدخل ويخرجه على حاله في غفلة وضياع. ولهذا ينبغي على المسلم أن يستشعر أولا قيمة هذا الشهر ومكانته العظيمة، وأنه قد دخل موسما عظيما للربح والغنيمة. انظروا على سبيل المثال إلى تجار الدنيا الساعين في تحصيل الأموال، كيف يحسبون حسابا دقيقا للمواسم الرابحة في التجارة، وإذا كان الأمر يتطلب منهم أسفارا إلى بلدان بعيدة سافروا من أجل تحصيل ربح أعلى وكسب أكبر. وهذا الموسم المبارك شهر رمضان العظيم هو من أعظم المواسم لتجارة الآخرة، من أعظم المواسم للتجارة الرابحة تجارة الآخرة.